نبي على القاج والله يا ولد البهارات دي يا طويل العمر انت وش علومك؟ نحمد الله يا مرحبا وما سلام رحب بك سمعنا يا تركي الله يطول عمرك يا ابو لا لا عند رجع انا كلكم انا سمعكم كلكم يا رجال انت صوت كلكم كل واحد يقول زين عندي روح الله يطول عمرك بنحول عبد الرحمن بعد اقول يا سلام منعنا منعنا من المنقوش طبعا قول قصيدة الله انه يقطع الفقر والحظ الفقير طيب الله يمنع الرجال عن شف باله في الحياه راتب اللي قال شكمان الصفير حين يونس تعست الرجل جاب اللي وراه من وكاله جيب حصن الشاص الاخير لعنب ومن صممت سيف سواها السواها الله الله ضامر بطنه رفيعا على الخط الغزير الله الله ومقدم الكرتير ما دق في راسه حصاه طيب زودوا فيها التوانك وفي حوضه سبير واللي يعترض وسعوه وماطورة سبير هذا عند الدام تنه بيستدر الصلاة ترصعنا ما ابرع ما ابرع حروفا على قال الغدير طشت البرقع قامت تذوق طعمها يا لا 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 يا يا لا بين عرقين العصير بتصير صدقنا يا شباب ما تحقق مو معليش سلامتكم صح حسان عاطر الفقر بغينا نقطع خش مدتشن ها اسلم محمد الرويب اخي يقول سلم على اللي جميله في بني عمه يا سلام قدام الاجناب تمدح كرمه يمينه مينه وسلم على اللي لجيته سعته الغمه تسابق شفاه وعيونه وكفينه والفقر ما يرجع الطيب عن القمة والمال مثل الرد يبغى منيه بعض الرياجيل مثل الدلو في الجمة مطيحه ورفعته ما يفيده يا سلام يا سلام الله يصح لسانك ولسان ابن الرويبخ ما عندي شيء هذه كم بيت هذه كم بيت الربع والله ما اعرف شاعرها انا خاطري يتعشى يجي خمول انت ضرت حركه كل ما شاء الله انت نظور يا كل ما شاء الله هذا ما تعشوا سهله سهله انت ما تعشيت ها صح ما تعشيت كل هذا ما هو بعشاء كل هذا ما هو بعشاء يا ولد يا ولد تعدكم بطاريات ضوئيه ما شاء الله شريان كل هذا ما هو بعشاء الله تبارك الرحمن به وش ريان يقضي الشحن منه طال عمرك ايش بك الشاحن الثاني ما شاء الله تبارك الله يا رب صل على النبي ايه صل على النبي اخذ السور وش ريان يا ولد تبارك الرحمه يا حجي نبي نشيل اسمع يقول نبي نشيل الله ياخذ عقل نبي منك قصيد اي والله ولا قفلت يا محمود علي اي يا رجل في جديد طلع جديدك طلع هل عندك حنا ما شوف حنا خلاص طاقه حنا ما نجد يا لك حلال حنا تجي تسمع السالفه تجي طال عمرك تمشي كيف ابعطي اسمع ها بعطيك القصيده انا قلت لك حق شيء من جهه شيء من جد الان تحفظ اكيد تحفظ الله يجعل الجنه الله يهرب القصيده حقت اللي في الحفل عندنا حفله قل وشي حفله شافي بن سالم قلها يقول يا الله انا هو يقول عطنا كنت ابشر بعطيك عطنا يقول يا الله يلي عالم وظاهر وخافي سبحانه جل جلاله ليه الناس يرجونه اسلم اسلم جل جلاله ليه الناس يرجونه ويا الله جمل على الميقاف ميقافي مدام همي بني عمي ومضمونه هبطيت وانا زين واحتمي قافي لعل من تسمعه توافق اظنونه سلام يا شافي ابن سالم الوافي تسليم تنبلوفة والطيب مرهونة تقول هل من مزيد ونقول لك كافي لله درك وغيرك خاب تظنونه هذا في الله يسامح شيخنا شافي بن سالم الحاجي ونعم ونعم ما عليكم زود أنا حاضني بويتات سليمتين سليمتين طيب وهي فالشيخ عبد العزيز الموسى ونعم بدارين الدواسر ونعم يقول موسى بطل ولا يعرف إلا الزعيمات الاثنين حافظها كلها كان بجيبها لكن طيب. طراها بيته بيوته بابا كان يبي حافظها بجيبها ان شاء الله لا جيبها بيض الله وجهك وجه كبير بيض الله وجهك ولو اني شاعر ان كان ابو عبد العزيز ما يقول سعد عنده سعد عنده هذه الربع طريق قصيده غزليه بالفصحى ها لا لا كمستمع فقط متذوق يعني يا ولد في شيء جديد متذوق بالفصحى لا شريان سعد يحب لا لا ولا لا 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 تدخلنيش دور يا حبيبي لا يا اخوي لا تدخلنيش دور سعد يحب بسمع لا تدخلنيش دور لا يا رجال خلاص اعوذ بالله يا رجال يا
هذه طال عمرك قصيده مشهوره للشاعر لسان الدين بن الخطيب الاندلسي، اتوقع لو قلت الابيات تعرفونها حتى، مشهوره جدا. يقول: جاءت معذبتي في غيهب الغسق كانها الكوكب الدري في الافق، فقلت نورت يا خير زائره اما خشيت من الحراس في الطرق، فجاوبتني ودمع العين يسبقها من يركب البحر لا يخشى من الغرق، فقلت هذه حديث ملفقة قد وضعت من قول مختلقي، قالت حق عيوني أعز من قسمي، قالت حق عيوني أعز من قسمي إني أحبك وعلى جبهتي وعلى لا إله وعلى جبهتي من لؤلؤ مدري شو لؤلؤ المرقي، إني أحبك حبا لا نفاذ له ما دام في مهجتي شيء من الرمق، فقمت والهان من وجدي أعانقها أزحت اللثام رأيت البدر معتنقي، فقلت إن العناق حرام في شريعتنا، قالت يا سيدي اجعله في عنقي. سلامتكم. هذا الشاعر لسان الدين بن الخطيب الأندلسي. الإيش؟ الأندلسي في الأندلس. زين اسال الله العظيم ان الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر له. هذه لا قصه طويله لكن هي بيتين اللي حافظها منها. كان مسكتن عليها الجموع ووراه بحر. وقال يا ربعنا ما من طريق. جمعين والثالث بحر. الله. والله لابوجه له الطريق العيون براق النحر. الله. عاد يقولون شق الجموع يا طول العمر وطلع من بين الجموع واحتمى كلامه. عزوه فارس معاه. هذا هو. اسال الله العظيم ان الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين. ما قال دل وزبت الهرج نيشان والهرجك في صامل عن كثيره. هذا هو. لكن هذه يتوقع اللي يقولها شو اسمه؟ إيه الا صحيح يقولها ركان بثني. اعطاني الخوه في كم بيت ثلاث ابيات لشاعر والله اني ناسي اسمه جميله جدا في الخوه. يقول: دون وجهك ما حسبت حساب غالي والعسيره لا نصت مثل وجهك بسيطه، يا محزمي لا عبس وجه الليالي واستفاق الهم والدنيا شطيطة، والله إني ما التفت في ضيق بالي لا ذكرت إنك على وجه البسيطة. يا سلام يا سلام يا سلام. عز الله سلم. هذا جزء قمي. عز الله هالقصيدة وين العب الشاعر. قلامي. سعز الله قصيدة إنه عليها كلام. إيه. هل لحنا واحدة؟ الله إيه سولفنا فيها اليوم إيه والله حقت وصل أوه هو الشاعر الشمري الشمري إيه الشمري هذه قصتها قصة هذا اللي أذكره هنا أنها طاح عند واحد كان يشكي من حالة أيوة وقال له روح ديوان الأمير سلطان الله يرحمه يسكن الجنة اللهم أمين وراح عند الأمير ويوم دخل على الأمير إلا الأمير ملتهي بأوراق في يده ولا الشعار جنبه من يمينه ويساره إيه والأمير سلطان ما دحى زمانه ما ينتظر منه أزله وكملتي في بعض الأوراق إيه وكملتي في بعض الأوراق وقام يطول عمره السلام ذا يقصد وذا يقصد والرجال قال يا ولد كيف أنا ألفت انتباهه أبغاه يلد صوبي أنا عشان أعطيه العلم شوي لا يوم صاح الرجال بين الجموع يا بحر ولا ما حد حوله يا بحر إلى الرجال والله يا بحر ويصيح الى الامير سلطان ينزل اوراق ويطالع فيه قال يا بحر جيتك وانا قطره مويه يا بحر جيتك ولا جال النهر سيدي سلطان يا الحر النزيه عندي سؤال محير طول الدهر الرجل لا ضاقت الدنيا عليه هو يزبنك ولا يموت من القهر لا يموت من القهر قال بشي بسعات بشي بسعات اي يلا نقضي لزومه ولزومه ترى الحاجه دائما ترى تولد لها شعر قوي هذا سعيد بن حنس الظروف الظروف إيه؟ ترى تنتج ومزيد منها لهجات كبيات مختصره بعد إيه ثلاثه تكون هذا سعيد بن حنس الذيابي كلكم انتم قد سمعتوا القصيده هذه هاي ابو عمر هذا سعيد بن حنس الذيابي شاعر جاء عند واحد اسمه بجاد بن علوش بربعان وكل يوم ينصح تكفى 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 ويبي يتعذر منه ترى دائما الرجال الطيب اللي دائما ينصف فلان ينصف فلان تراه يبي يتعذر لكن بعذر والرجال عنده رساله القصيد رساله قال يا بربعان وجهي منك يا كني يا بربعان وجهي منك يا كني والوجه ما هو صفات بارد ماها انا استحي منك
وانت تستحي مني والكل من دروب الطيب يبغاها تراني يزبنك يوم الناس تزبني والناس بالناس من يوم الله احياها. يا سلام شوف كيف يا سلام هذا الناس الناس صدق ولا ذاك اللي يقول جيتك عودت مدري ايش جيتك وانا ضايع عشان فلوس ورجعت اليومي لا هذه انا اللي بقصده اللي يقول حق تبن مدير لا اللي يقول جيته وانا ابو محتاج اخذ دراهمي اليومي هو هذه جيتك وانا ناقص ايه جيت ايش اسمها عودت ناقصني فلوس وكرامه لا هو فهمني هو فهمني وعرف اللي يقول ايش اسمه جيت ابغى منه سلف المعنى انه يبغى منه سلف وعود سلفه عود سلفه ايه حقة العتيبي والله والله يا رجال ايش اسمها هي قوية قوية شان هي حقة ايش اسمها حقة النصيف النصيف ماجد النصيف نصيف ايه يوم يقول تشكالي حولت له خمس ايه يقول كنت اطلب لي واحد وهو تشكالي يوم تشكالي يقول ما احول له خمس خلاص وكان يطلب وراح حطه هو جاي يطلب اكلي ايش القصيدة ما اطلع حنك الحول قصيدة قصيدة البيت الحق له كارثة اختصرها اخير قفلها ببيت واحد مدري بيتين هذه بيتين شاعر الرسول حسان بن ثابت رضي الله عنه في متحف الرسول صلى الله عليه وسلم بيتين فقط هي قال انها ثلاث ابيات لكن اللي اشترت هي بيتين وكان من اعتقد انه اجمل مدح قد حصل يعني قال مثلك لم ترى قط عيني هي كذا بدايته مثلك لم تروا قط عيني ومثلك لم تلد واجمل منك لم تلد النساء واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كانك خلقت كما تشاء الله اللهم صل وسلم عليك صلى الله عليه وسلم صلى وسلم على رسول الله خير وصف عظيم جدا في شخص عظيم محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما واذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا وسلموا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد وعلى ال محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون هذا النبي العظيم الذي يوم القيامه يسجد عند العرش تدرون وش حاجته بالله توقع وش حاجته النبي يوم القيامه الشفاعه لامته يسجد وكل نبي يقول نفسي نفسي إلا محمد صلى الله عليه وسلم أمتي 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 الله سبحانه وتعالى يقول يا محمد قم وسل تعطى واشفع تشفع فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يرفع من السجود فيقول أمتي أمتي فماذا يقول له إنك لا تدري ما فعلوا بعدك ثم يسجد فيدعو يفتح عليه يقول في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه بأشياء ما كانت مفتوحة عليه بالدنيا من الدعاء حتى يقول يا محمد سل تعطى واشفع تشفع لا لا أنت عندنا مو بأي أحد أنت خير البشر خير الأنبياء أعظم فيقول أمتي أمتي فيقول أنك لا تدري ما فعلوا بعدك ثم يسجد كلها عشان أمتي أمتي كل نبي وش يقول نفسي نفسي إلا محمد صلى الله عليه وسلم يقول اذهب اذهب وأدخل أمتك الجنة كيف يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أعرفكم يومها يعني يوم القيامة أراكم غرا محجلين غرا مثل الخيل ما لها هنا ناصيتها فيها بياض محجلين الأقدام من أثر الوضوء فأسبغ الوضوء شوف الصلاة دليل على وعلامة ووسم أنك يوم القيامة تراك تعرف فيها من كثرة السجود وأقدامك كذلك من كثرة الوضوء والجبهة وكثرة السجود فلذلك النبي عليه السلام يوم القيامة يعرفنا كيف غرا محجلين تارك الصلاة المقصر في الصلاة قد لا يراه النبي بهذه العلامة وهو من أمة محمد لكن لا يراه بهذه العلامة لذلك نصيحة ووصية نحافظ على هذه العبادة حتى نحظى بالشفاعة العظيمة ونشرب شربة من يده الطاهرة من نهر الكوثر لا تظمأ بعدها أبدا كل شراب وأكل أهل الجنة هو عبارة عن شهوة فقط ترى لا ما فيها جوع ولا فيها عطش ولا فيها عطش لهم فيها ما تشتهي أنفسهم أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يجمعني وإياكم آمين. والسامع والمشاهد آمين. على سرور متقابلين يا رب العالمين أبسألك يا شيخ أبو عمر سم في قصة النبي